بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحماتك علينا موضوع زواجك يا طلاقة وفق الشريعة الإسلامية وعلى منهج سيدنا رسولنا محمد عليه أفضل الصلاة وأفضل التسليم. سأكتب بقرآن كينا لا صغيرة ولا كبيرة كمة إلا details، تبيارا لكل شيء. لا سبحانه وتعالى كتاب كانت وسودجي مركا قرآن الكريم وحقو كتغي ما جرتو مركا قرآن كان وحاكم أمر جينو رنب حاكم في إلهي حق قول كي سويان حاكم كمركا إلهي سبحانه وتعالى سورة النساء آية 34 إلهي سبحانه وتعالى وحوكو باللعبي بداية ذي ذا everything من هاج بوكو سميسا قوريقا مسلم كأه details ka community ka xuka bilowda nani yanaagtiisa iyo caruurtiisa dhan marka ilaahay wax kasta uu ka batiyo details process ka hata talaaq ilaahay subhanahu wa ta'ala in details buu ka sheegay qofki quraanka ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu tadabbur tarabo ma ahan waxaas baa la yir laakiin marka tadabburat maalbu waxba ku zaaid ay aan buu maalbu waxba isaad maalbu fikr cusub iyo faham cusub baa igu kordhiya marka ilaahay bidaayada ayadu xuku bilaabay أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. مارك إلهي سبحانه وتعالى details very beautiful. وإلهي حكوصه بلا beautiful. الرجال نينك قوامك رجل كمحويها رجل مواقف وين رجل صدق وين وحدكو قرانيسا إلهي سبحانه وتعالى سورة الأحزاب أنا هم نقول سورة الأحزاب إلى سبحانه وتعالى آية اللواتن يو سدحة محوضة رجالك تعريف يعني تفسير رجالك محويها definition of رجال إلى سبحانه وتعالى سورة الأحزاب محوضها آية اللواتن سدحة من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحو ومنهم من ينتظر إلى وما بدلوا تبديلا فير نينك يستحق إنه رجل نقد وجري مسلم أها سامستو وبلابو ورجال صفة الرجال كم حيت إلى سبحانه صدقوا رنتا أثنتك ما عهد الله وحي إلهي وكوحدي إلهي ماشي ومنهم ما ينتهون وما بدل تبدأ اسمه بدل يا أحدك إلهي ما بدل يا أوامرك إلهي ما بدل يا أوام إلهي أيها هواجو ذا إيو وحي أيها ربان وما أي فسر أمرك إلهي سبحانه وتعالى الرجال رجالك استاهل إنه قوام كنقطب وإلهي كحضيه